أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نخليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك استمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقيمي صلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليك وأخش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى. قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آيات أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى،
قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا وتذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصير. قال قد أوتيت سكلك يا موسى ولقد مننا عليك مرات أخرى إذ أوحينا إلى أمك يا موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك وألقيت عليك مغابة مني ولتصنع على عيني إذا تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت السنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك اذهب انت باخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فاختياك فقل إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى؟ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا لسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال له موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن خزان لساهران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صف. وقد أفلح اليوم من استقل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأقل.
وألك ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد الساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نكثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقد ما أنت قادر. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر فاضرب لكم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغاشيهم من اليم ما غاشيهم، فأدى فرعون قومه وما خدا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد خاب. وإني لغفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وما أخجلك عن قومك يا موسى؟ قال لهم أولاي على أسري وعجلي
عجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلكم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسيب، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العقد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فكذبناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لكم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح إليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ أريتكم ضل ألا تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ قال يا بني أم لا تخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضات من أثر رسول. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر رسول فنبذتها وكذلك سبلت لي نفسي. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفك، ونظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عكيفا. لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد كسبك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينكم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذروها قاعا صفصافا. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَخْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَلَا تَخْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ بَقِيُهُ. وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلى إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تخرى وأنك لا تزمو فيها ولا تدقى وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرات الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها بدت فأكلا منها بدت لكما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من وراك الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أخرد عن الذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسراف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أخلقنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النور ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلا ما متخنا به أزواجا منهم زخرات الحياة الدنيا لنبتة
دينكم في ورزق ربك خير وأبقى. واخمر أخاك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه، أَوَلَمْ تَخْتِهِمْ بَيْنَتُهُمَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. وَلَوْ أَنَّا أَخْلَقْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربص، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.